دعوت أو ما صرحت بأنه دعوت كل القوى السياسية لدراسة أزمة سد النهضة في أثيوبيا. النهاردة المفروض أن يبقى في تقرير لجنة ثلاثية تسلم لرئيس الجمهورية. ما حدش عارف التفاصيل، في بعض التسريبات زي تسريبات كده نتائج الثانوية العامة. اللي يقول لك أصل التقرير ما فيهوش حاجة، وناس تقول لك لا أصل التقرير بيقول أنه ما فيش أي حاجة تضر مصر، وناس ثانية تقول أنه أساساً ما فيش معلومات عشان نطلع تقرير وما إلى ذلك. إنما اللي عارفينه أو اللي صرحت بيه رئاسة الجمهورية أنه رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي هيجتمع مع القوى السياسية يستعرض معهم نتائج تقرير اللجنة الثلاثية ويقول لهم ها يا جماعة هنتصرف إزاي. إذا كان التوصيف ده مش دقيق خلينا نسأل رئاسة الجمهورية، لأنه الحقيقة يبدو أنه في تصور ما، التصور على الأرض إيه الخطوات اللي ممكن تاخدها مصر، ويمكن يكون في محاولة لتحقيق أي مكاسب سياسية داخلية لها علاقة بتبديد بعض أو كتير من العدوات اللي موجودة، أو على الأقل الظهور أمام الرأي العام بمظهر أنه مصر في أزمة فالكل متحد فيها على اختلاف الآراء أو اختلاف الانتماءات الفكرية وما إلى ذلك. خلينا نعرف من رئاسة الجمهورية مباشرة عن طريق المتحدث باسم الرئاسة السفير عمر عامر. أهلا بحضرتك سعادة السفير. اهلا بحضرتك، ازي الصحة يا فندم؟ اجتماع بكره ده ايه؟ والله حكي الاجتماع بتاع بكره ان شاء الله ده هيكون القوى السياسيه هتحضره، وتم دعوتها النهارده لاطلاعها على نتائج التقرير. نتائج تقرير اللجنه الفنيه او اللجنه الثلاثيه، وهي دي اللجنه معنيه بتقييم الاثار المترتبه على بناء السد الاثيوبي. انا احب اوضح انه هذه اللجنة كانت بتدرس ايه، عشان بس في امور كتيرة يعني مش واضحة. كان الجانب الاثيوبي قدم تقرير، في هذا التقرير قال فيه ادي الفوائد بتاعت سدنا، علشان الفوائد ده هي تبان للجانب المصري وتبان ايضا للجانب السوداني. فاللجنة كانت بتدرس، اللجنة الثلاثية اللي مكونة من مصر واللي مكونه ايضا من اثيوبيا والسودان، كانت بتدرس وفيها خبراء لا من هنا ولا من هنا، اربعه دوليين اختاروهم بالتوافق الثلاث دول. فكانت بتدرس التقرير اللي قدمه الجانب الاثيوبي. فاللجنه لما استمرت في اجتماعاتها لمده عام كامل وضعت تقرير. ايوه، هذا التقرير خلص الى بعض النتائج، ان منها ان الدراسات المقدمه من الجانب الاثيوبي لا توضح الفوائد او الاثار السلبيه للسد بشكل قاطع يعني. معلش، اصل ده خبر مهم جدا سعاده السفير. حضرتك بتقول ان التقرير اللي اطلع عليه رئيس الجمهوريه النهارده اول ملاحظه مهمه عليه او منه انه تقرير اللجنه الثلاثيه بيقول انه التقرير اللي جالهم من اثيوبيا لا يؤكد، من اثيوبيا بقى، هو جالهم من اللجنه الثلاثيه، من اللجنه الثلاثيه، انه ما فيهوش تفاصيل علميه مدعومه بتسبب بتقول عن المضار او المنافع. يعني انا بس انا يعني هتوقف هنا عند بعض يعني المسميات والعبارات، لانها هي فارقه صراحه، وهي بالنسبه لي حتى مهمه جدا ولكل الراي العام. انه الدراسات المقدمه من الجانب الاثيوبي لا توضح يعني التحديد الكمي لاي من الفوائد او الاثار السلبيه. وان الدراسات دي ما هياش كافيه، خاصه ان المشروع كبير. وبالتالي التوصيه كانت ايه؟ التوصيه كانت التقرير اوصى بايه؟ تقرير اللجنه الفنيه ان يكون في مزيد من الدراسات لاربع موضوعات او لاربع مجالات. المجال الاول او الجانب الاول الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه للسد. الجانب الثاني امان السدود، وطبعا نسبه الامان والساده الفنيين في هذا الامر والمتخصصين يعلموا ان موضوع الامان السدود ده مهم. والجانب الثالث الموارد المائيه، والرابع النواحي البيئيه. يعني التركيز كان على اربع مجالات اللي هم دول. معلش، الجانب الثالث ايه يا سياده السفير؟ انا بكتب وراه الحاجات اللي هي انفايرمنتال، البيئيه. لا، البيئيه ده الرابعه، الثالثه كانت الموارد المائيه. الموارد المائيه، فدي اربع حاجات التقرير بيبحثها او بيبحث الدراسه فيها بالتفصيل. من هنا بقى كان قرار السيد الرئيس النهارده. طيب، اتفضل. ان هو احال هذا التقرير للحكومه وكلفها باعداد دراسه تفصيليه لكل ما تضمنه تقرير اللجنه الثلاثيه من توصيات ومقترحات وكيفيه التحرك. طيب، مره ثانيه، المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه يقول
انه التقرير الذي قدم للدكتور محمد مرسي اليوم من اللجنة الثلاثية بيقول انه الدراسات على سد النهضة غير كافية، وبالتالي ما قيل سواء عن مضار او منافع غير مدعوم بالدراسات الكافية اللي تؤكد هذه الوجهة هذه النظرية او الاخرى، وكأنه كلام عام مش ما فيش ما يؤكد انه كارثة او انه هو منفعة مهمة جدا. التقرير بيقول انه يجب إعادة او استكمال الدراسة لإيجاد إجابات للعوامل التالية: الجانب الاقتصادي والاجتماعي، عوامل الأمان، وربما تكون دي جزئية مهمة جدا، عوامل أمان السد، الموارد المائية والبيئية. في أي حاجة غلط في الصياغة دي يا سيادة السفير؟ يعني هي يعني إلى حد كبير جدا هي صح، بس زي ما بقول لحضرتك انه التقرير اوصى زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، بس انا هحب استخدم مصطلح اتصور انه هو يعني مناسب بشكل اكبر، انه هو اجراء مزيد من الدراسات. مزيد يعني من الدراسات، في دراسات اتعملت لكن احنا او مش احنا، التقرير اللي قال انها ما تتناسبش مع حجم المشروع الاثيوبي، فبالتالي هناك احتياج لمزيد من الدراسات. خلي بالك حضرتك ان احنا دولة مصب، فبالتالي دولة المصب هيكون عندها اهتمام بالغ بهذا الامر، والاربع مجالات محددة اهتمام مصيري، اهتمام مصيري. طيب سعادة السفير، حضرتك بتتكلم بتقول انه غدا رئيس الجمهورية هيستعرض مع القوى السياسية نتائج تقرير اللجنة الثلاثية، قصدكم ايه بالقوى السياسية؟ شوفي حضرتك، هو يعني الحاجة الأولانية زي ما أنا قلت لسيادتك إنه في تكليف صدر اليوم للحكومة لمجلس الوزراء، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إنه السيد الرئيس دعا لجلسة حوار وطني للقوى السياسية، إلا مقصود بالقوى السياسية اللي هي رؤساء الأحزاب، يعني وجهت الدعوة لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البناء والتنمية، الحرية والعدالة، غد الثوره. يعني انا بقى يعني اسمحي لي معلش دقيقه زياده بس اقول لحضرتك من وجهت اليهم الدعوه لاجتماع غد ان شاء الله: وحزب الكرامه والنور والوسط والوفد وحزب مصر ومصر الحريه والاصاله، يعني نفس النمط من الدعوات السابقه سواء بالضبط. وبالاضافه لبعض الشخصيات، يعني لا ما هو بالعكس، انا لما كنت بسال حضرتك القوى السياسيه عشان عايز اعرف هل هو اجتماعات بيحطوا فيها زي ما حصل في اجتماعات مؤخرا وفي اجتماعات كمان كان بيعملها النظام السابق او الرئاسه السابقه او بلاش السلطه السابقه، مش الرئاسه، الرئاسه ما كانتش بتعمل الاجتماعات دي فيما سبق، ان يقول لك القوى الوطنيه وبعدين يجيب شويه احزاب، حزبين كبار و15 حزب ما نعرفش عنهم حاجه. لا احنا بص، فعشان كده كنت بسال حضرتك عن القوى السياسيه. لا النقطه دي اللي حضرتك دلوقتي اثرتيها دي نقطه مهمه جدا. في كرايتيريا اتحطت علشان توجيه الدعوات، معايير انه لابد ان يكون الحزب السياسي المدعو ان يكون ليه تمثيل في البرلمان او كان ليه تمثيل في البرلمان، بمعنى انه عنده ظهير شعبي بيؤيده، مش انه حزب، يعني كويس ان حضرتك اثرت هذه النقطه، مش اي حزب صغير او ما عندوش تمثيل رسمي يعني لكن عشان كده في دعوات وجهت، وانا من خلال حضرتك واتصور انه الكل مجمع ان هذا الامر هو امر يعني عايز اسال حضرتك سؤال، لما بتقول لي له لازم يبقى له يا اما يعني حزب رسمي وتمثيل يعني تمثيل في البرلمان، ممكن اسال حضرتك عن كيانات واشخاص كثر في مصر لا هم احزاب رسميه ولا هم في البرلمانات، يعني الكنيسه مثلا. لا يعني انا بتكلم حضرتك على دلوقتي على احزاب سياسيه، ما اتكلمتش على حاجات دينيه او لا بتكلم على مؤسسات وهيئات، حضرتك قلت مدعو له قوى سياسيه. لا انا بتكلم على قوى سياسيه يعني، وانا بقول لحضرتك القائمه اللي وجهت اليها الدعوه احزاب سياسيه، قوى سياسيه. ما بقولش لا طيب يعني حضرتك بتنفي، اصل في خبر كانت قال بتنفي توجيه دعوه للكنيسه لحضور هذا الحوار الوطني. لا انا يعني اللي بقوله لحضرتك هو ده اللي بكلم سيادتك على اساسه، ان القوى السياسيه، وحتى في بيان احنا كنا طلعناه النهارده وقلنا ان السيد الرئيس قرر الدعوة لاجتماع وطني موسع للقوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الشعبية، زي يعني مثلا كان في عندنا بعض الشخصيات من زي الأستاذ عمرو موسى
برضك ده شخصية سياسية ورئيس حزب المؤتمر في نفس الوقت. تم توجيه الدعوة لي الدكتور محمد البرادعي، برضك تم توجيه الدعوة لي كرئيس حزب الدستور، رئيس حزب الراية تم توجيه الدعوة لي، المرشح السابق حمدان صباحي تم توجيه الدعوة لي. فدول اللي احنا وجهنا الدعوة ليهم. في ناس طبعا بدأت ترد ووافقت، لأنه أنا زي ما بقول لحضرتك هذا الأمر يعني خلاص نحط بقى أي اعتبارات طيب أخرى. يعني خليني غالبا برضو يعني الخص، عشان حضرتك قلت الوقت انه اليوم تم هتصدقيني. توجيه الدعوه ان هو يعني اقرب للقوى السياسيه بس مش حوار وطني، اصل حوار وطني ده يعني فيه كمان هيئات لازم تبقى موجوده فيه، ازهر وكنيسه، ده الحوار الوطني ومؤسسه يعني، انما حضرتك اقرب لفكره القوى السياسيه فقط. قلت انه تم دعوه الاحزاب الرسميه اللي ممثله في البرلمان وبعض الشخصيات العامه، وبتؤكد على الهواء انه تم توجيه الدعوه للسيد عمرو موسى والدكتور محمد البرادعي والسيد حمدين صباحي كشخصيات سياسيه عامه وهامه. هم رؤساء احزاب برضه. يعني هم رؤساء احزاب، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه هنا. فضل. يعني يتطلب الامر توضيح شيء مهم للغايه. اتفضل. وهو انه هذا الامر اللي احنا فيه دلوقتي حاليا الخاص بموضوع السد هو امن، قضيه امن قومي. صحيح. فأي اعتبار آخر لابد أن يتم تنحيته جانبا. صحيح. ونتكاتف لهذا الأمر علشان مصر تكون كلها بتسير في اتجاه يدعم موقفنا، وبتسير في اتجاه يدعم حقوقنا. وأتصور من خلال حضرتك ومن خلال هذا البرنامج اللي حضرتك دلوقتي بتذيعيه أنه يكون في دعوة أن الناس تنضم لهذا الاجتماع وتحضره. موقف الرئاسة ما بين الأمس واليوم وغدا يمكن يكون مختلف شوية عن الموقف الرسمي طوال الأيام السابقة منذ بدء الإعلان عن تحويل النيل الأزرق، وحضرتك تتذكر جيدا التصريحات اللي اتقالت من مؤسسات زي وزارة الري مثلا، وزير الري ورئاسة الوزراء، حالة إما الصمت أو التهوين المفرط في المسألة دي لا تعكس ما يحدث الآن يعني. وحضرتك شفت الاتهامات اللي كانت بتكال لأي حد مدرك إنه في أزمة كبيرة، فقال لك دول عشان بيعرضوا مرسي. حضرتك بالتأكيد مش بس في قصر الرئاسة، أنت عايش معانا وقادر تعرف الجدل اللي حصل الأسبوع اللي فات. هو شوف حضرتك، قبل ما أكون بصفتي اللي أنا بحدث حضرتك بيها دلوقتي، أنا مواطن مصري، ومن يجاوروني في العمل ومن يجاوروني في السكن ومن أراهم كل يوم في طريقي إلى العمل وفي عودتي إلى المنزل مواطنين مصريين. نعم. هذا الأمر نهتم به جميعا. صحيح. ما حدث من تصريحات في البداية كانت لما كنا مركزين على موضوع أن تغيير المجرى، وأنا قلت كمان كده في مؤتمر صحفي، وكان الناس كتير يعني ما كانتش شايفة أن ده منطق، أن تغيير المجرى لن يؤثر على كم المياه الورد، وبزلت بأكد على هذا الأمر. لكن هذا هناك فرق ما بين موضوع تغيير المجرى وعدم تأثيره وما بين القضية بشكل عام، قضية الملف الأمني المائي. طبعا دي هيكون لها تأثير، فلا بد أن نفصل الاثنين. لما قلنا في الأول كده يمكن كانت الناس مش قادرة تتصور حاجة غير أن خلاص في خطر داهم. لا، أنا احنا كنا بنقول أن الإجراء اللي اتعمل من الجانب الأثيوبي هو إجراء هندسي. يعني دعنا لا نتحدث في الماضي، لانه كمان اللي كان مدرك الخطوره كان فاهم كويس قوي ان المشكله مش في تحويل مسار النهر، هو في البدء في البناء يعني. انما خلينا نقول انه في اللحظه الراهنه مؤسسه الرئاسه تخاطب كل القوى الوطنيه وتدعوها للحوار غدا في ضوء نتائج تقرير اللجنة الثلاثية بخصوص سد النهضة. هل هو فقط استعراض للنتائج ولا طرح الاستراتيجية أو على الأقل رؤية الرئاسة للتعامل مع هذه الأزمة؟ إذا كنت حضرتك بتشيري للجدول أو برنامج جدول العمل. أعمال يعني لا، هو طبعا عرض نتائج التقرير وفي نفس الوقت نستمع ونقول لهم أدي رؤيتنا احنا نتحرك إزاي، وخلينا لا نستبق الأحداث. بس أنا عايز أكده لحضرتك أن هذا أنا أثق ثقة كبيرة بقدرة المواطن المصري على أن يقف وأن يصطف مؤيدا لقيادته في مثل هذا الأمر، وأعي تماما أن هذه الثقة لا حدود لها، وأتصور إن شاء الله أنه حيكون مصر بقدرتها وبتاريخها العريق وبمواقفها التي يتحدث دايما عنها الجميع أن احنا هنقف وقفة واحدة، وأن هذا الأمر بإذن الله لن يضر بينا أبدا ولن يسمح لأحد بأن يمس أمن قوم المصري أبدا. سعادة السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا. أفاض في التفاصيل
أعطى المشاهد وأعطى البرنامج معلومات مش قليلة أبدا. واحد عن تقرير اللجنة الثلاثية أنه بيقول أن الدراسات غير كافية على الإطلاق لتحديد أي نتائج لهذا السد، سواء كان نتائج كارثية أو غير كارثية أو إيجابية، أنه سد مثل سد النهضة التقارير أو المعطيات المرفقة في التقرير الأثيوبي يعني قليلة جدا بالنسبة لحجم المشروع في حجم سد النهضة. طالب بمزيد من الدراسات حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعوامل الأمان والموارد المائية والبيئية. تحدث أيضا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن اجتماع الغد وعن الدعوات التي وجهت للقوى السياسية، يعني هو استخدم التعبيرين حوار وطني وقوى سياسية، بس مع السؤال والإجابة أدركنا على الأقل من الإجابات اللي أفادنا بيها سعادة السفير عمر عامر إن هي قوى سياسية، أحزاب وشخصيات عامة. قال إنه تم توجيه بخلاف الأحزاب الرسمية الممثلة في البرلمان، تم توجيه الدعوة للسيد عمرو موسى، دكتور محمد البرادعي، وسيد حمدين صباحي. الحقيقة إنه